جينا هنا لهذا يعني المهرجان قصد يعني نعطيه شوية ديال خصوصا في هذه الندوات العلمية، وهو نقل التجربة الإسبانية خصوصا في إقليم الأندلس لهذه الأقاليم اللي هي في البداية ديالتها التنمية السياحية المستدامة. اللي كنتكلموا على السياحة المستدامة كنتكلموا على السياحة التضامنية، السياحة الرياضية، السياحة الإيكولوجية، يعني ضد هذيك السياحة اللي كنعرفوها قديمة الكلاسيكية توريزم دو ماس. إذن طبيعة هذه المنطقة كما كيعرف كل أنها طبيعة صحراوية وعندها يعني ضوابطها، ما نقدروش حنا نطبقوا عليها نفس الأمور اللي داخلة في العرض السياحي ديال كل منطقة. كل وجهة سياحية عندها مميزات ديالها وخصوصية ديالها وكيفية الاشتغال يعني في بناية واحد العرض السياحي ممتاز. إذن أخذنا بعين الاعتبار بأن هذه المنطقة عندها واحد نقطة مهمة في العرض السياحي وهي الطبيعة. عندها الطبيعة اللي أحبها الله تبارك وتعالى، يعني امتياز كتمتاز به هي على عدة وجهات سياحية في العالم. ثانيا الوجهة يعني النقطة الثانية اللي تكلمنا عليها داخل هذه الندوة العلمية اللي هي داخلة في العرض السياحي وهي المناخ، حتى هو مناخ قابل وصالح لهذا التنشيط او لا ديال التنميه ديال هاد السياحه اللي هي غتبدا. يعني كنظن انها هذه في بدايتها، فاشنو ممكن حنا نساعدو باش لبنايه واحد السياحه ممتازه ايكولوجيه كتحتفظ على الموارد الطبيعيه ديالها وكتحتفظ على المميزات الثقافيه والتراثيه، لانه كاين التراث وكاين الثقافه. وما ننساوش بان هاد المنطقه اللي كنتواجدوا فيها تويزكي هي ممر ديال القوافل السياحيه او التجاريه من زمان، يعني حتى الناس يعني السكان ديال هاد المنطقه ما غريباش عليهم السياحه لانهم كانوا دائما كيشوفوا الرحل. يعني هذا الرحل يعني كانت سياحة، كان مجال مفتوح وكانوا دائما كيشوفوا فيه قوافل غادية وقوافل جاية. إذا كان هذا اللي كنسموه حنا ذاك الكونتاكت فيزيك مع 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 السائح أو المار من هذه المنطقة. فلهذا اللي يبقى خاص هو هيكلة العرض السياحي، يعني ناخذوا هاد النقط كاملين ونضيفوا عليهم نقط اخرين اللي هما مهمين بحال اللوجيستيك التنقل والتنشيط السياحي. هذا المهرجان هو نقطه من النقاط المهمه في التنشيط السياحي والتعريف بالمجال والتعريف بهاد الثقافه والتراث ديال هاد المنطقه. هاد المهرجان خصهم يكونوا كتار، ما خصوش يكون غير مثلا يكونوا متنوعين ويكونوا في متغير المعالم ديالهم. في التنشيط السياحي هو نقطة أيضا من النقاط ديال العرض السياحي المهمة، الحلقة من الحلقات المهمة. في التنشيط السياحي راه كنتكلموا فيه حتى على المطار وعلى التواصل وعلى البنية التحتية، راه داخل في التنشيط السياحي. كاينه نقاط اخرين مهمه وهي اولا هي تكوين الشباب المنطقه، يعني وخصوصا دابا الحمد لله اليوم الشباب ديال المنطقه متكون ويعني دارس، يعني عنده افكار كيفهم اشنو اللي كنوصلوا ليه. فلهذا النقطه الاولى هي التكوين، كنظن ان التكوين مهم ومهم جدا قبل بدايه يعني هذا المرحلة ديال تأسيس لسياحة جديدة، لأنه المنطقة بطبيعة الحال ما عندهاش سياحة نتكلموا على واحد مليون ديال السياح في العام ولا ما كاينش. هي السياحة المستدامة داخلة فيها السياحة التضامنية. السياحة التضامنية هو شق ممكن نعرفوا به بالمنطقة، هو وسيلة أيضا ديال التعريف بالمنتوج السياحي وبالتراث ديال المنطقة. كيفاش؟ لأنه السياحة التضامنية كتدخل فيها المنظمات الدولية الحكومية وغير حكومية، كتسوق لهم المنتوج والوجهة السياحية وكتستدعيهم باش يجوا يزوروا المنطقة. وفي نفس الوقت هاد الناس ما كيديروش ديك السياحة الكلاسيكية، كيشوفوا كيتمتعوا بالمكان ولكن كيعطيوا واحد المساعدة
ماشي تكون ماديه، خاصها تكون مثلا في الفورماسيون، يعني كيجيو كيديروا في التكوين، في خلق ورشات، في مثلا حنا اللي كنتكلموا مثلا على السياحه الصحراويه لازمنا نحطوها كسياحه ايكولوجيه، لان هي داخله في واحد المجال صحراوي ايكولوجي لازمنا نحافظوا عليه ايضا، ماشي غير نستمتعوا به، لا طريقه المحافظه عليه، طريقه مثلا البارحه كانوا بعض الاسئله ديال الاخوان اللي كانوا منهم الشباب اللي كانوا في الندوه العلميه، قال لي احنا كنحاولوا باش ناخذوا رخص ديال مأوي، وحنا تكلمنا على المأوى خاصو يكون ايكولوجي، خاصو يكون صالح لهاد مثلا الواحه، ما كاين اخوان هنا عندهم واحد تكلموا على خيام باش ما نخسروش ذاك المنظر العام ديال الواحه، ونظن بنو حنا باطيمه حداها ما كيبقاش، يعني بعين حنا كنشوفوا بعين السائح ما كيبقاش ذاك المنظر الجميل الطبيعي، فلهذا حنا كاخصائيين حنا الدور ديالنا هو نوقفوا معاهم كيفاش الا ما كانتش الخيمه راه كيكونوا دابا كنسموهم حنا ذاك المأوي، ذاك الميزون دوت، ولا كنسموهم ذاك لوبيرج، ولا شنو خاص لوبيرج، حتى هو يكون مبني بالطين ومبني بداك الشيء ديال المنتوجات المحليه ديال في المنطقه. الا تكلمنا على واحد الواحه وفيها واحد 50 ولا 60 ديال الساكنه ديال العائلات، ملي كتدخل واحد لوبيرج ولا جوج راه كيتخلق واحد النشاط، كيتخلق نشاط اقتصادي داخل هذيك الواحه، وهذوك الناس كيتعلموا، وهذوك الناس كيتواصلوا، وهذوك الناس كيولوا كينتجوا، كاين المراه كاين الراجل، وهذاك الولد الجيل الجديد تاو كيتعلم، يعني كتكبر عندنا واحد السياحه ايكولوجيه ممتازه، يعني لانه بدات كما يكون، خاص يكون يعني التكوين ديال الاب والام، ونوروهم حتى كيفاش كيبنيو، ونوروهم كيفاش يحترموا ممر ديال المعاق، يعني المرحاض ديال المعاق من الاول، ما يكونش داك الشيء عشوائي، باش ملي يجيو دوك الضيوف الاولين والمستقطبين او السياحه، يعني السياح الاولين يشوفوا بانه راه كاينه بدايه سليمه وصحيه، ما نبقاوش مثلا ندرقوا الشمس بالغربال، نقولوا السياحه راه هي لوطيل، لوطيل ما يمكنش نحطونا في واحه، واحه خاصها بحال هاد الخيام، بحال داك المنازل القديمه اللي كانت بكري، يعني مبنيه بالطين وبداك العواد ديال الدخل، ويعني ويعني بالسوستينيبل، يعني داك المستدام، يعني داك الشيء اللي عطانا الله من الطبيعه باش نحافظوا، لان السائح اش بغى؟ حنا خصنا نعرفوا السائح اش بغى؟ وشكون هو السائح؟ نستهدفوا، يعني السائح هو اليوم ولا كيطلب مجالات طبيعيه وخصوصا الصحراويه، هو ما بغاش يجي باطمه. خصوصا بعد كل كورونا بدلت الشيء الكثير، بدلت الشيء كثير على الطبيعه، على الايكولوجيه وعلى السياحه الرياضيه. مثلا حنا ملي كنقولوا السياحه المستدامه راه كندخلوا فيها العديد من السياحه، كاينه الايكولوجيه، كاينه الرياضيه، كاينه العلميه، كاينه الطبيه، كاينه البيئيه، كاين العديد منهم واللي هما ممكن نشتغلوا فيهم في هذه المنطقه وفي هذه الوجهه، لان هي مفتوحه لهذه. مثلا حنا كانوا بعض الاخوان هنا كيتكلموا البارح على الشباب، قلت لهم لا عندك الخيام وعندك في العرض ديالك ديال الخدمات ديالك كدير فيه مثلا ديتور ديال الجمال، تعلموا من المرزوقه اللي كاينه حدانا، ونديروا دي تور ونحاولوا نخدموا على الكتله، يعني واحد الكومبين هنا غيدير واحد السيركوي، غيدير واحد الروندوني ولا واحد الرندانه، لواحد منه واحد 40 كيلومتر ولا 30 كيلومتر، غيلقاو مأوى اخر باش يديروا ثاني ذاك البوز كافي ديالهم، وباش ياكلوا وباش ينعسوا. ثالثا داك لي في تي تي، داك الدراجات الهوائيه ديال سموح حتى هما ممكن، كاين داك الرندانه بالتزحلق، والسياحه الرياضيه كنتكلموا على الترايل، كنتكلموا على الماراثون الرمال والصحراء، كنتكلموا على بزاف ما يدار وما يتقال في هذه المنطقه. الاستثمار مكون طبيعي. استثمار وخلق الثروه في هذه المنطقة باش هاد الجيل ديال هاد المنطقة ما يهاجرش، لأن لا هاجر لنا هاد الجيل، شكون اللي غيخدم هاد؟ ثالثا كاينة واحد القضية مهمة اللي تكلمنا عليها في الندوة باش نكملوا واحد العرض سياحي ونهيكلوه، تكلمنا على واحد الشيء اللي هو مهم جدا، واليوم هو أنه خاصنا باش نشتغلوا خاصنا المهندس. المهندس ملي كنقولوا مهندس في السياحه راه كنتكلموا على مهندس المجال اللي هو كاين في العمل جالس ما عنده حتى خدمه،
جا الدور ديالي اللي تكونوه نعاودوا تكوين هذا المهندس، مهندس ديال المجال هو المهندس ديال السياحه. اليوم راه كاين ماستر ديال الهندسه السياحيه، خاصنا حنا نوصلوا الساكنه ديال الوجهه السياحيه اللي غتستافد بان السياحه راه صناعه، راه كدير واحد البرودكسيون يوميا، الصناعه ما كتوقفش، خاصك ما حدك وما حدك تصنع ولا من غتبيع. كيجي المساله ديال التسويق اللي داخله تاهي في العرض السياحي، لمن غنسوقوا، كيفاش غنسوقوا المنتوج ديالنا. اذا هنا جا الدور ديال اوروبا والاخوان يعني المغاربه اللي كيعيشوا في اوروبا وتكونوا واحد ربي واحد منهم، هو نتعاونوا على التسويق المنتوج السياحي على برا، فين؟ في الاسواق العالميه، وفي الخصوص يعني الاسواق اللي كتطلب هذا النوع من السياحه الايكولوجيه والصحراويه. هادو من الاشياء اللي مهمه، كنظن بانه خاص ورشات لهاد الاخوان، خاص تكوين باش يبدا واحد البدايه سليمه، وما تكونش وما نجروش لديك السياحه اللي كنسموها حنا ديك التوريزم دو ماس اللي كتخرب البيئه وما عندها علاقه بالبيئه، يعني ما عندها علاقه بالثروه، لانها كتستافد واحد الفئه صغيره الثروات ديالنا طبيعيه، وكتستافد غير واحد الفئه صغيره منها. اما الفئه المهمه والمستهدفه اللي هما الساكنه ديال هاد المناطق وديال هاد الوجهات السياحيه ما كتستافد حتى حاجه، وكتضطر باش تهاجر وكتسامح في البلاد ديالها. هذا هو